السلام عليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا صليت وأنا لا أمس الحذاء، نعم، وبعد انتهاء الصلاة وجدت نجاسة في الحذاء، فهل أعيد الصلاة؟ هذه قاعدة افهموها: إذا صليت على ثيابك نجاسة أو على نعالك ولم تعلم بها أثناء الصلاة، وإنما علمت بعد ما صليت، صلاتك صحيحة، لأنك معذور بعدم العلم، صلاتك صحيحة. أما إذا تنبهت لها في أثناء الصلاة، فإن تمكنت من خلع ما هي فيه من النعل أو الغترة أو البشت، إن تمكنت من خلعه تخلعه، وإذا لم تتمكن فإنك تخرج من الصلاة وتزيل النجاسة. نعم.